يكن يكون المستثمر. التسويق أصبح فن، والسلع الثمينة يجب أن تقدر. هنا ساحة للتنافس وهنالك رابح وحيد. في نهاية المطاف المنصة متاحة للجميع والخيار بأيديكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات المستثمر على شاشة قناة الواقع. باسمي وباسمكم أرحب بضيفنا لهذا اليوم الأستاذ القدير أحمد الملا. حياك الله أبو يوسف. حياك الله أستاذ. أستاذ أحمد الملا مستشار في المشاريع والتسويق. حياك الله أبو يوسف معنا في برنامج البزنس وفي فقرة المستثمر تحديدا. الله يسلمك إن شاء الله. الله يحييك ويبقيك. بالعكس نتشرف أن نتواجد في هذه الفقرة المميزة، إن شاء الله نقدر نقدم شيء مفيد للشباب المتسابقين أيضا للمشاهدين خلف الشاشة بإذن الله. طبعا أنت إضافة كبيرة لنا وحنا نتشرف أنك تكون ضيف معنا في الفقرة. زي ما أنت عارف يا أستاذ أحمد، اليوم في كل عند كل متسابق 500 سهم ما شاء الله. اليوم يوم تسويق مباشر. نعم. والكل شخص قادر أنه يأخذ 500 سهم، وبرضه إذا كان بعيد عنهم متخاذل في التسويق ممكن يطلع بدون أي شيء في رصيدة. جميل. الخيار في يدك. قبل ما نبدأ مع المتسابقين ودي أنك تتكلم اليوم، ودي نتكلم عن فن من فنون التسويق. أوكي جميل. شوف أن نتكلم، أنا بختار موضوع واحد لأنه التسويق أن نتكلم ونشرحه بيأخذ أيام طويلة تقريبا. بس دائما في نقطة أنا دائما أركز عليها وخصوصا في التسويق المباشر، أي عملية بيع وشراء، المشتري دائما لما يشتري أي شيء هو فعليا تلبية احتياج. بالضبط. أرجع وأقول تلبية احتياج في داخله. بمعنى أنا لما أروح أشتري طعام أنا عندي احتياج سد الجوع الآن، وأحيانا أيضا أشتري طعام أنا مش هدفي سد الجوع، ربما النزهة، الترفيه، احتياج الترفيه. هذا اللي يخلينا أحيانا مثلا نضرب مثال كوب الشاي. يا سلام. في أكثر كوب الشاي يلبي أكثر من احتياج، مثلا في الجو نفس الجو هذا البارد يعطيك احتياج الدفء، أو يعطيك احتياج تعديل المزاج، يعطيك احتياج الراحة. طيب أحيانا يجي يقول لك كوب شاي، أنا أبيع شاي في كوب فخم جدا مثلا بمئة ريال، هنا لا تيجي تسوق باحتياج الراحة أو الدفء، لأنك أنت لازم تسوق شيء مناسب للكوب. يا سلام. اللي هو الفخامة، احتياج أني أشعر أني اشتريت شيء فخم أو شيء راقي. فدائما لما تبغى تسوق أي شيء هو لازم يعني تلعب الفن انك تلبي احتياج اللي امامك، يكون في عامل جذب يا ابو. بالضبط بالضبط. ايضا نفس المنتج يفرق لما يكون مثلا الاب يبغى يشتريه لطفله او يبغى يشتريه لنفسه، مع انه نفس المنتج، هنا انت لازم تقنع الاب ان هذا المنتج يلبي احتياج الطفل عشان تقدر تقنعه فيه. يا سلام. عرفت شو اقصد؟ هذا احد الفنون كذا، يعني هو دائما اي عمليه شراء هي تلبيه احتياج. انا قاعد البي احتياج عندي، وفي احتياج الناس يقول لك لما انا اشتري اشياء ما احتاجها هو فعليا احتياج الترفيه، لانه في ناس عندهم التسوق نوع من انواع الترفيه او التملك، هذا المتعه. زي لما احنا نروح بعض الاماكن الفخمه وندفع مبلغ المكان، تغيير الجو، هذا احتياج. يا سلام. مش احتياج المنتج نفسه اللي هو الطعام او الشراب. فلازم تعرف اللي امامك ايش يبغى واللحظه هذه ماذا يناسبها. جميل. الله يعطيك الف عافيه. الله يحفظك. معلومات وصلتكم، وفن من فنون التسويق وعامل جذب، انك انت يكون عندك عامل جذب للشخص اللي بيشتري المنتج من عندك. زي ما قلنا لكم المسرح تحت خدمتكم وفي حضرتكم. بناخذ الاسماء الحين بشكل عشوائي.